حذفت الفولدر ده ووفر معايا اكتر من 35 جيجا بايت في الكورس سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد رافت من قناة المتخصص للمعلومات. طيب عملت ايه يا شباب علشان كان عندي السي هنا باللون الاحمر مقفول خالص تماما، عملت ايه علشان احوله من اللون الاحمر ده لان هو ينقص المساحة دي كلها وابتدي افوق السي تاني؟ تمام شباب، طبعا اللون الاحمر او ما انت بتخنق في السي ده بيكون عامل تقل وتهنيج للجهاز جدا عند تشغيل اي برنامج او اي لعبة على الجهاز، وده بالتبعية طبعا بيؤدي الى سخونة مكونات الجهاز عندك لاستخدام وقت طويل جدا في التشغيل، سواء كانت رامات سواء كان كارت شاشة سواء كان هارد بروسيسور، كل ده بيسخن معاك من تقل الجهاز عندك ويبتدي ان الجهاز بيبقى عمره قصير. الموضوع باختصار جدا وبطريقة سهلة جدا، هاجي هنا على الكورس السي وابتدي ان انا اعمل كليك يمين كده وانزل على كلمة بروبيرتيز. تمام يا شباب، ومن هنا بعمل ايه؟ باجي على ديسك كلين اب، ديسك كلين اب، وبضغط عليها كده وابتدي ان انا اعمل فحص سريع لملفات الويندوز اللي هي ايه؟ ويندوز اولد. الفولدر اللي انا بتكلم عليه اسمه ويندوز اولد. الفولدر ده ايه؟ عبارة عن ملفات مؤقتة ومخزنة على جهازك ولكن غير مستخدمة او حاجات قديمة، ده بيكون واخد مساحة جامدة قوي في السي وانت ما تعرفش ان هو موجود، فاحنا بنبتدي نعمل له من هنا مسح للملفات دي بحيث تلاقي السي معاك فايق تاني ونبتدي نوفر معاك جيجات في السي. هو هنا كده دي كلها الملفات اللي انا بقول لك عليها المخزنه والمؤقته. تمام يا شباب، بتبتدي ان انت تتعلم على كل الحاجات دي، لو اي حاجه عندك مش صح بتبتدي ان انت تتعلم على كل الحاجات دي كده بعلامه الصح كده، وابتدي اضغط تحت هنا كده على كلمه اوكي واقول له ايه؟ ديليت فايلز. تمام يا شباب، هتنتظر لغايه ما يمسح معاك كل ملفات الويندوز اولد اللي انا قلت لك عليها اللي هي الملفات المؤقته والمخزنه على الجهاز. تمام يا شباب، ان شاء الله بعد ما بيخلص ممكن ما ياخدش وقت، هو كده مش هياخد وقت معاك، وبعد ما بيخلص هتروح تشوف بارتيشن السي، هو كده خلص معانا على طول، هتشوف بارتيشن السي. تمام يا شباب، وجرب جهازك هتلاقي فيه سرعه في الجهاز، ويفضل انك تعمل الخطوه دي كل فتره. ليه؟ علشان جهازك ما يتقلش، وده بينتج عن ايه؟ بينتج عن التحديثات المستمره على جهازك او طريقه النظام، بيبتدي ينزل ملفات مستخدمه او غير ومؤقته على السي هنا وانت ما تعرفش عنها حاجه. حاجه اخيره تاني، ان احنا ممكن نفوق الجهاز بتاعنا بس كده سريعا، وهو من خلال الامر run. بيبتدي اكتب هنا الامر temp. تمام يا شباب، تي اي ام بي، وابتدي اضغط على كلمه اوكي، بيبتدي بيفتح لك ملفات استخدمت قبل كده، بتعلم عليها كلها كده وتقول له شيفت ديليت واقول له يس. تمام، اللي مش راضي يتمسح معاك يبقى مستخدم من النظام، واقول له سكيب بس لكن امسح الباقي. تاني امر معانا ايه برضو؟ وهو من خلال الامر ران برضو، وهو تيمب، لكن انت هتحط علامه في المية قبل كلمه تيمب وبعد كلمه تيمب. تمام يا شباب، اجي هنا كمان احط علامه ايه في المية كده وابتدي ان انا اقول له اوكي، بعمل كنترول ايه وشيفت ديليت كده واقول له يس، بيبتدي ان انا اعلم هنا واقول له سكيب. خلاص، يبقى انا كده برضو حذفت كل الملفات الموجودة في الفولدر ده. خطوة اخيرة جدا برضو مهمة، وبرضو من خلال الامر رن كده، وهنا في امر اسمه ايه؟ بيري فيتش. بيري فيتش زي ما انت شايف كده، الامر بيري فيتش دوت، وابتدي ان انا اقول له اوكي، برضو بلاقي حاجات كتير في السي غير مستخدمة، بقول له كنترول ايه وعلم على شيفت ديليت كده واقول له يس، ببتدي ان انا اعمل ايه؟ حذف الجميع البيانات برضو الموجودة في السي هنا، بتلاقي السي معاك فاق والجهاز معاك فاق، وبتلاقي الجهاز معاك رجع زي الاول واحسن. بس كده، ده كان موضوع درس النهاردة، يا رب يكون الدرس عجبك وافادك، متبقاش بخيل معايا وانزل اعمل لايك على الفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.